الأمزازي يضع شرط التلقيح للطلبة لبداية الموسم الدراسي الجديد. دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي الطلبة إلى التسريع للمشاركة في عملية التلقيح. ونشر أمزازي مقطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه الطلبة بضرورة التوجه للتلقيح قبل بداية الموسم الدراسي المقبل. وتفاعل الطلبة مع منشور الوزير أمزازي، حيث عبر عدد كبير منهم عن استعدادهم للذهاب لمراكز التلقيح من أجل تأمين بداية جيدة للموسم الدراسي الجديد، وأكدوا على ضرورة المساهمة في حملة التلقيح الوطنية للحد من انتشار وباء كورونا، وخصوصا المتحور دلتا في صفوف الطلبة عند بداية الموسم الدراسي. وتساءلوا في الأخير عن الخطوات التي ستعتمدها الوزارة بخصوص التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد في الموسم الدراسي المقبل.